عليكم، كي دايرين؟ صحيحة، يا ربي تكونوا على خير. الأحوال ديالكم طيبة. فيديو من الفيديوهات اللي تتعجبنا كاملين ديال الحطة ديال الطبلة في عرادة مغربية، وهم ده معكم بهذا البريزونتوار اللي من طبقات. هذه البنات راها من لاغيزين، خديتها من عند كادو تراديسيونال دو لوكس، وهاد لي سوفير تا هما نفس الحاجة، صوبين من لاغيزين وفيهم وريقات باللون الذهبي. بالنسبة للبريردات كيحمقوا، هادو من الفضة ومن النحاس ديال فاس الأصليين، تقال بزاف. هادو البنات خديتهم من عند كيكي ماركت. وكالعادة بعد ما حطينا الطبلة ديالنا غادي نمشيو باش نوجدو الحويجات اللي غادي نحطو في الطبلة. أول حاجة غادي نبدا بكيكة. كيكة البنات سهلة وبنينة وكتجي عاطية العين. غادي ناخدو فيها ثلاثة البيضات من الحجم الكبير، غادي نديرو كاس ديال السكر، غنديرو 7 غرام ديال الفاني، غادي نطحنوهم مزيان. من بعد غادي نزيدو كاس ديال الزيت، وغادي نزيدو كاس ديال الحليب. الدقيق الأبيض البنات غادي نحتاجو فيه 2 كيسان بالضبط، وغادي نحركوا المكونات كامله. واخر حاجه غادي نزيدو 14 غرام ديال الخميره ديال الحلوى اللي هي 2 خمارات، وغنزيدو الكاكاو. علاش خليت الكاكاو هو الاخر؟ باش لوغو ديال الشوكولا نوار يكون عاطي في كيكه بزاف. غادي ناخدو المول ديالنا، الفران خصو يكون بارد. اولا غنشعلو عليه من تحت على درجه حراره متوسطه، غنخليو الكيكه ديالنا تتنفخ، وعاد غنشعلو عليها من الفوق باش طيب لينا من الفوق. عندي لو لافيسيل عامره، فبالتالي غادي نستغل هاد الوقيته اللي كطيب فيها كيكه، وغادي نغسل المعنات ونتلاقاو باش نشوفو التتمه. الاسئله على هاد المول ديال الكغاطان، صدقت لا كاليتي ديالو زوينه بزاف. والسؤال بزاف اللي كيجيني، واش كدهنيه ولا لا؟ كندهنوا البنات بشويه ديال الزيت. غادي نسقيه بشويه ديال العصير ديال الليمون اللي درت فيه ملعقه ديال السكر. وطريقه ديال التقديم، غادي نقطعها في الاول بعد ما نكون درت فوقها الشوكولا، باش كل قطعه غادي نزوقها بطريقه مختلفه. وبهكا فاش كتحطيها في الطبله ما كتبقيش محنه تقطعي في الكاطو، كيكونوا لي مورسو مقطعين. هانتوما غتشوفوا كي غيجي في الحطه، غيجي غزال. وباقي الاطباق غادي نحط فيها حويجات اللي عندي في الدار. غادي ندوزو الكيش اللي كيتصاوب بالطون، من ألد واسهل الكيش اللي ممكن تصاوبي. العجينه ديالهم ما غتمحنيش راسك، غادي تجيبي 2 كيسان ديال الفرز، غتزيدي 2 معالق ديال الزبده، غادي ديري الملحه، وغادي ديري تقريبا 3 المعالق حتى 4 المعالق ديال الماء. غادي تخلطيهم غير شويه لانه دغيا كيتجمع بالزبده. تخلي العجينه ديالك ترتاح، ومن بعد كتحطيها في المول ديالك. ما فيه لا بيض لا حتى شي حاجه، وتيجي غزال. ضروري البنات ندخلوه الفران ونخدموا عليه من الفوق باش كيتقرم لينا الفوق ديالو، ومن بعد نتلاقاو باش نشوفوا الحشوه. غادي ناخذوا الزبده، وغادي نديرها مع البصله اللي غادي نشحرها مع شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار.
من بعد فاش غيطيب لينا الكيش من الفوق غادي ندهنوه بالموطار، ومن بعد غادي نحط فوقو ديك البصله اللي طيبناها. غادي ناخذو الطون والكون ديال الزيت، غادي تجيبي واحد البيضه، وغادي تجيبي القشده الطريه، الا ما كانتش عندك خدي كاس ديال الحليب ودانون مسوس حركيهم مزيان وزيديهم على هاد البيضه، حركيهم مزيان وخليهم واحد جوج دقائق باش داك البيض يرتاح. بالنسبه لي انا كنبغي ندير فرماج عاد كندير فوقو هاد الخلطه اللي صوبنا دابا باش كيجي منفوخ وبنين اكثر. اي نوع ديال الفرماج البنات عندك وكتبغي المذاق ديالو ديريه. من بعد فاش كتحطي كلشي غديري فوقو شويه ديال الفرماج الحمر، غتدخليه الفران شعلي عليه من التحت حتى يطيب لك التحت، عاد شعلي عليه شويه من الفوق باش يتكرمل لك داك الفرماج، وهذا هو الشكل النهائي. والله يا البنات تبنين بواحد الطريقه ما يمكنش تخيليها. قيدوا هذه الوصفه وجربوها في رمضان وتفكروني. دابا غندوزو لهاد البلاطو اللي غندير فيه ميلونج ما بين لي بيتي بان او شوكولا، ما بين الفرماج و لي فروي. هذا البنات كيعطي واحد اللمسه سبيسيال في الحطه ديالك ديال الطبله، والمكونات اللي فيه كل حاجه خديت منها شويه شويه، اهم حاجه وما يكونوا فيها الالوان مختلفه باش هكايا ملي كتحطيها وسط الطبله كتبان شي حاجه اللي هي زوينه. انا هنا درت شويه ديال الفرامبواز شاركوتري، درت كذلك الفرماج، درت لي بيتي بان شوكولا، ودرت شويه ديال الشوكولا وزوقتهم بريقه ديال النعناع. وبهكا وصلنا لاحسن مرحله، وفاش كنوجدوا كلشي كنحطوا داكشي في الطبله ديالنا. شوفوا لي جلابه اللي انا لابساها ديال البنات وصلتني من عند شيماء العسري، عرفتوا لا كاليتي ديالها تتحمق. ان شاء الله غادي نخلي لكم تصويره وانا لابساها في الانستغرام بتشوفوا الديتاي ديالها. وصلني من عندها واحد الحاجه اخرى اللي هي تتحمق، غتشوفوها في الاخر ديال الفيديو. بخرة البنات تهي من لاغيزين، هذه البنات خديتها من عند لمياء اللي هي كادو تراديسيونال دو لوكس، عندها اشكال مختلفه والوان مختلفه، عندها البخور، عندها صرغينه المسقيه، عندها داكشي تيحمق. المهم كلشي ديال البخور عندي راه من عندها، لان عندها صراحه لا بون كاليتي، راه كاينه في مدينه الدار البيضاء، المحل ديالها اكزاكتومون في الولفه، وراها تدير لا ليفريزون المغرب كامله. وهذه اخر حاجه، هذه قلت لكم البنات وصلتني من عند شيماء العسري اللي كاينه في مدينه طنجه، راه تدير لا ليفريزون المغرب حتى هي كامله البنات. وصلتني من عندها تكشيطه ديال الكليجه اللي مخدومه بالسم الحر، غادي نخليكم تشوفوا لي ديتاي ديال الخدمه كي دايره، خصني ليها مضمه وان شاء الله عوالا نلبسها في واحد المناسبه غتشوفوها كيفاش غادي تجي. الفصاله ديالها تجي تتحمق. شكرا بزاف على ولا كاليتي ديال الخدمه في الجنيبات، في الملاقيه، في الخياطه، شي حاجه اللي هي طوب. المهم لا كنتو مهتمين بهذا الشيء كامل اللي وريتكم ان شاء الله غتلقاو جميع المعلومات في اول تعليق. وهذا هو الفيديو ديال اليوم، يا ربي نال الاعجاب ديالكم، خليتكم في امان الله.